حققت لعبة الفيديو Call of Duty Ghosts رقما عالميا جديدا متفوقة على لعبة Grand Theft Auto 5. فبعد 24 ساعة على طرحها في الأسواق بلغت مبيعات اللعبة مليار دولار أمريكي، لتصبح بذلك اللعبة الأسرع مبيعا في التاريخ حسب الشركة المنتجة لها Activision. ويقدم الجزء الجديد Ghosts مواجهات عسكرية مذهلة في البر والبحر والجو ضمن أجواء هي أقرب إلى الواقعية منها إلى الخيال نظرا لتقنيات الصوت والصورة المستخدمة.